الجميع يمكن أن يشعر بأنه نكرة وبدون هدف في بعض الأحيان في حياته. بعض الناس لديهم اختبارات مؤلمة وهي أكثر حدة، وجميعنا نتعثر أحيانًا. أحيانًا تقود سيارتك، ويبدو أنها تعرف طريقها إلى المنزل أو العمل ولا تحتاج إلى التركيز، ويبدأ عقلك في التساؤل وتقول: هذا ليس ما اردته في عملي نحن متزوجين منذ فتره وهذه ليست توقعاتي ابدا انا اشعر وكاني امشي في مكاني وكيف ستكون حياتي بعدها وتبدا بطرح اسئله هل حياتي مهمه هل ساكون وحيدا كل ايام حياتي هل سأمتلك منزلاً أو سأترقى في وظيفتي مثلاً؟ و... وهذا أمر طبيعي وإنساني لا تقلقوا بعضنا يغوص في هذا التفكير أحياناً والبعض الآخر دائماً وتتساءل إذا رحلت سيفتقدني أحد؟ ربما أفراد الأسرة لبضعة أسابيع؟ و... تذهب في هذه المسارات المظلمة، ونحن نريد أن نكون شخصًا ما، نحن مصنوعون هكذا. وعادة نكتشف بعض الطرق لنجعل من أنفسنا شخصًا ما. سواء كان ذلك من خلال الأداء، الفن، الموسيقى، الذكاء، أو العلاقات، أو نذهب إلى نهاية غير صحية كالإدمان والأكل. لملء هذا الفراغ وهذا يحدث للبعض في نوافذ صغيره والبعض الاخر في نوافذ كبيره لا يحدث هذا فقط عندما نتعثر بل ايضا عندما ياتي الموضوع ويثير غضبك لقد كتبت مقاله قبل عده سنوات وما زالت لدي هنا على الورق تتحدث عن اسماء اصحاب الاعمال في العشرينات واوائل الثلاثينيات الذين صنعوها يقول المقال اسبوعيا تقريبا في مدينه وادي سيليكون تبيع شركه شركاتها وتحقق مئات الملايين من الدولارات ولكن يمكن ان يواجهوا لغزا كبيرا عالميا يسعى البشر لتحقيق الاهداف ولكن الوصول اليهم قد يكون مربكا يرى المعالجون ان هؤلاء الشباب الناجحين يطرحون اسئله للبحث عن الذات وما يفعلون بحياتهم انهم يختبرون الفراغ بداخلهم ثم يتحدث عن سيده وهي معالجه نفسيه تقابل الناس الذين لديهم كل شيء ويشعرون وكانهم نكره لانهم اعتقدوا اذا حققوا النجاح سيشعرون بالرضا ولاسباب لا اعرفها رتب الله حياتي بحيث اجد نفسي اتحدث مع اناس مثل هؤلاء حيث انتهى بي الامر الى الجلوس معهم واقول لكم لا يملكون هذا الامل الكاذب اذا فعلت هذا ساحقق هدفي وتشعر انهم فعلوا هذا الهدف بعض من اغنى الاشخاص والاكثر تاثيرا بين الناس رياضيون اصحاب شركات واناس لديهم منازل كثيره واحدث الهواتف جلست معهم وسمعتهم كلهم يقولون انا اشعر ان حياتي فارغه اشعر اني نكره واعيش بدون هدف الجميع يريد ان يكون مكاني فقط لو عرفوا مررت بمواسم مشابهة لكن أصعبها كان بين عامي 1988 و 1990 كنت قصيصا لأول مرة وبدأت مع بعض الأشخاص والتزمت لخمس سنوات وزاد عدد الذين يأتون إلى هذه الكنيسة الصغيرة في هذه المدينة وأنا أحبهم وهم يحبونني ولكنني درست اللاهوت لكي اكون مرسلا ثم قال لي الله لا ستكون قصيصا وانا في السنه السادسه من التزام خمس سنوات نشات في المدينه وانا الان في قريه صغيره ولديهم فقط مطعمين اثنين لم تملك كل التطور انذاك كانوا رائعين جدا لكني اعتبرت ذلك تدريب بالنسبه الي وقلت يا رب انا مستعد السنه السادسه والسابعه والثامنه وخلال اخر سنتين كنت اتجول دون وعي هل تمزح معي يا رب انهيت الدراسات العليا وكليه اللاهوت وانا في مدينه صغيره والله قد نسي اسمي أهذا كل شيء يا رب؟ هل.. هل تمزح معي؟ كنت محبطاً جداً وبدأت أتساءل: ماذا عن الأحلام التي ظننت أنك تضعها في قلبي؟ هل سمعتك حقاً؟ هل أخطأت؟ كانت حياتي هنا وأحلامي هنا، وكانت الفجوة كبيرة بينهم. وأتذكر أني كنت أتجول مثل الأشخاص ال.. العاطلون عن العمل. بدأت بإحصاء جميع الكنائس في المناطق المجاورة. كان هناك ستة عشر كنيسة، وقلت يا رب، إذا كان الناس يريدون سماعك هناك كنائس في كل مكان، أريد أن أذهب إلى مكان آخر. لكن للأسف لم يحدث تجاوب. لا شيء. شعرت أنني نكرة وأعيش بدون هدف. سؤال لك: متى شعرت هكذا؟ وماذا فعلت؟ المشكلة أننا نفكر في ظروفنا، لكن في الأساس المسألة مسألة منظور. سأخبركم بقصة قصيرة وجديدة لأن الله استخدم هذا الاختبار لمساعدتي في الخروج من فكرة كم أنا شخص نكرة، أنا أعيش بدون هدف. حياتي لا تفيد، إذا مت غداً لن يهتم أحد بهذا. كانت كأنها حفلة الشفقة على النفس. كنا نعيش في تكساس، وكان ذلك قبل عدة سنوات، وفجأة سمعنا صوت كلب ضخم ينبح. كان ينبح، ثم سمعنا كأن شخص يتجه للباب. دعوني أدخل، دعوني أدخل. وكانت ليلة شتاء. وبدا وكانه مايكل احد اصدقاء اولادي فتحت الباب وكان مايكل هناك وعيناه متوسعتان ويقول ساعدوني ساعدوني هناك الكلب هل يمكنني الدخول وقفز للداخل ثم نظرنا وراء مايكل ربما كانت رئتي الكلب كبيرتين لكنه كان بهذا الحجم و... وربما بهذا الطول! ومايكل! شكراً لك! شكراً لك! ثم نظرنا كلنا إلى الصغير، صاحب الرئتين الكبيرتين، وبدأنا في الضحك كإنهيار عصبي. بدأنا جميعاً نضحك! أجل! انهيار عصبي! فكر في هذا جيداً! نباح شرس طرق باب طفل مرعوب قليل من الضوء، ومبدأ إدراكنا يحدد تجاوبنا. إذا كنت تعتقد بأنك نكرة بدون هدف لا يهم ما هو صحيح حقاً. اسأل روبن ويليامز، فكر في هذا. هل كان شخص نكرة؟ ومع ذلك، في لحظة من الزمن، عندما تشعر بالإحباط أو الاكتئاب تفقد المنظور، ويصبح زواجك سيء وحياتك سيئة، وترى الأمور كلها سيئة. غالبية الذين ينتحرون هم أناس متوازنين. يسمحون لمنظورهم بالتغير، ويصبحون محبطين ومكتئبين، ويصبح كل شيء مظلم أمامهم. هذا لا يعني أن حياتهم بلا معنى. وإنها ليست ناجحة. ولكن نظرتهم لأنفسهم تحدد استجابتهم. سننظر إلى خمسة أشياء نحتاج لتذكرها من كلمة الله. والتي حرفيًا ستنفض الغبار عن الحقيقة في روحك. حتى في اللحظات التي تشعر فيها أنك نكرة وبدون هدف، سيعطيك منظورًا آخر. وقد تضحك وتقول: يا إلهي، ماذا كنت أفكر؟ حياتي لها قيمة وهدف واتجاه، أنا مهم جدا، ليس بسبب أفكار الآخرين أو أفكاري، بل بسبب ما يفكر فيه الله وما صنعه. خمسة أشياء يجب تذكرها: أولاً: الله يعرفك. كتب داوود: يا رب قد اختبرتني وعرفتني انت عرفت جلوسي وقيامي فهمت فكري من بعيد مسلكي ومربضي ذريت وكل طرقي عرفت لانه ليس كلمه في لساني الا عرفتها كلها من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت، لا أستطيعها. ضع دائرة حول الكلمات التي تظهر كم يعرفك الله عن كثب كل أفعالك وأفكارك ودوافعك. السطر الأول ضع كلمة حول: اختبرتني، ثم الكلمة: عرفتني، وكلمة: عرفت، في السطر الثاني كلمة: فهمت، اذهب، الى السطر التالي ذريت او فهمت ثم اذهب الى كلمه عرفتها ضع دائره ايضا حيث يقول عرفتها كلها وحاصرتني انها صوره الله وهو خلفك ثم ضع خط تحت وجعلت علي يدك اي عندما يضع الله يده لخدمه شخص ما بالمناسبه الكلمه يعرف هنا ليست من المعرفه الفكريه اي الاله غير الشخصي الذي لديه قاعده بيانات وهو يعرف كل شيء عن كل شخص هذه ليست الصوره هنا ابدا هذه صوره لاله العهد الشخصي ويوضحها بالتطابق جلوسي وقيامي هذا كل نشاطك كل افكارك كل دوافعك يعطيك صوره من البدايه عندما تنهض ولحين تنام يعرف افكارك حتى قبل ان تقولها اذا الله شخصيا وبقرب يعرف كل الافكار والافعال والاحلام يعرف ماضيك وما يحبطك اين تجرب واين تكون ضعيف يعرف الافكار الخاصه التي لم يسمعها احد عنك يعرف مخاوفك يعرفك اكثر مما انت تعرف نفسك اذا التطبيق اليوم هو انت مفهوم من الله ما تفعله ولماذا تفعله وعندما تفعل وكيف تفعل ماذا يحبطك او يغضبك وما تندم عليه ما تخاف منه يعلم تماما من انت تماما والاهم هو يفهم احيانا نشعر كاننا نكره ولا نفهم ان الله لديه خطه حقا وبعض الاحلام والتوقعات لكن عندما تشعر انك نكره يقوم الله فيك بعمل رائع في قصتي خلال هذين العامين تحدثت الى الله كثيرا عن هذا وعن ذلك وما اريده وما كان يحدث هو انه كان يفصلني عن كبريائي وغروري، لأنني كنت أظن أن الانتقال من هذه الكنيسة إلى كنيسة أكبر ومدينة أكبر سيجعلني شخصًا مهمًا للغاية. وهو ببساطة كان يقول تشيب عندما تفهم أن هذه الرحلة ليست عنك وعن أعمالك وما سيجعلك مهمًا حتى تدرك أنني صنعتك فأنت بالفعل مهم. وسأكون سعيدا عندما أعطيكم ما أريد لكن دعوة الله الفعلية لحياتك تتطلب تطوير الشخصية وبعض الأوقات الأكثر إحباطا لديك عندما تفكر أن الحصول على شيء أو تحقيق حلم أو زواج أو إنجاب أطفال أو فعل هذا أو ذاك أو 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 أو, أو, أو وكل هذا مهم 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 كم من المرات في الماضي قلنا اذا تحقق ذلك ساكون سعيدا جدا هل نجح هذا هل تغير مفهومك يمكنك التحدث الى الله بطريقه مختلفه انه يفهم لكن على هذا المستوى وجعل عليك يده الله يريد أفضل بكثير مقارنة مع ما تريده أنت، لأنه يفهم حاجاتك. أنت تظن: هذا سيجعلني سعيد، هذا ما أريد، هذا ما أحتاج إليه. مهلاً. الله يعرف كل شيء عنك، وعن كل الناس والأشياء في العالم. يرى البداية من النهاية، يعرف كل شيء. إنه خارج الزمان، إنه كلي العلم، إنه كلي القوة. وأنت ابنه هو يفهم لذا قال داود عجيبة إنه شيء غامر للغاية أنه بالفعل أمر عجيب إنه غير عادي من ناحية هو رائع وجميل جدا لكن شيئين يحدثان في اللحظة التي تعتقد أن شخصا يرى فيك كل شيء تفكر انا لا اريد ان اكون مع هذا الشخص لانه يكشف الكثير عني اول رد فعل لداود هذا رائع لكن هناك جزء يقول اريد ان اهرب من الله على الارجح تعتقد ان الرعاة يستيقظون ويقولون نعم انا احب الانجيل احب الله ويحفظون خمس ايات في الصباح ويصلون عدة ساعات وليس لديهم مشاكل ابدا لا انا احيانا اصلي بسرعه مع اني احتاج الى التحدث بشكل عميق لكن اقول لا اريد التحدث مع الله ولا اريد قراءه الانجيل هناك اوقات لا اريد حتى ان اكون مع مسيحيين اخرين احيانا تكون في روح عدم الغفران ويكون عندي دافع معين واشعر بالاحباط من شيء ما او شخص ما اسمعوا جيدا اذا جلست واجريت محادثه طويله مع الله فمن المحتمل ان يصل معي الى هناك اليس هذا صحيحا الذين لديك مشاكل معهم لا اريد التواجد بقربهم ولهذا قال داود من الرائع ان تفهمني وتعرف كل شيء ولكن حتى لو كنت لي لست مستعدا للتعامل مع هذا فتهرب من الله وتقول: سيكون لي طريقي الخاص، أنا أعرف ما هو أفضل بالنسبة لي. يقول داوود: ليس فقط الله يعرفك، الله يلاحقك. لأنه في إنسانيتنا نهرب، هذا هو رد فعلنا البشري. يقول: ومن وجهك أين أهرب؟ ثم يعطي الافتراضات في كل الاتجاهات ويقول: إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فأنت هناك. ان اخذت جناحي الصبح وسكنت في اقاصي البحر فهناك ايضا تهديني يدك يريد الله ان يوجهك حتى عندما لا تريد ذلك وتمسكني يمينك انما الظلمه تخشاني فالليل يضيء حولي هل اختبرت هذا هل عشت هذا الظلمه تخشاني روبن ويليامز والأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الظلام يحجبهم يقولون أنا نكرة لما يجب أن أعيش هؤلاء الأطفال كارثة شخصيتي تجعلني مجنونا هذا العمل لا ينفع فقدت بيتي أنا مفلس لا أجني ما يكفي من المال مددت تقاعدي لعدة سنوات ولم ينفع شيء لا أريد أن أعيش أبدا في ظل هذه الظروف عندما يتغلب الظلام عليك، يقول: "وحتى النور يصبح ظلامًا، والليل مثل النهار يضيء". ومرة أخرى يستخدم هذه الصورة، ويقول: "هناك جزء من إنسانيتي يريد أن أهرب، ولكن إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية، الجزء الأعمق من الأرض، أنت هناك إن أخذت جناحي الصبح أبعد الشرق والغرب فأنت هناك الله لا يعرفنا فقط ويفهم كل شيء عنا إنه يحاصرنا لماذا؟ لأنه يريد أن يرشدك تهديني يدك ثم يقول وتمسكني يمينك ترون الأمهات والآباء والأجداد مع الأطفال ماذا يفعلون؟ يعطونهم يدهم أجل ويمشون معهم، لأنهم يريدون التأكد من أنهم بخير، وهذا ما يريده الله. هو يفهم شعورك بالإحباط، يسمعك ويعرفك، يلاحقك ويحاصرك. اكتب هذا، الله يريدك. أشعر أحياناً بالسوء عندما أشعر أنه لا أحد يريدني، ربما يريدون نقودي أو يحبونني لمظهري. لكن من يهتم حقاً بي شخصياً؟ ليس لما أقوم به أو أبدو عليه أو ما لدي أو أين أعيش. لكن من يهتم حقاً بي عندما تشعر وكأنك نكرة ولو كنت ناجحاً؟ ما تشعر به أنك مستغل ويحبون ما تفعل، لكن يقول الله أنا أريد أن ألاحقك. لو فاتك ميعاد الحلقة ممكن تشوفها على اليوتيوب وشجع غيرك وشيرها على الفيسبوك ولو عندك سؤال أو استفسار ابعت لنا على سكايب، تويتر أو الإيميل. لكن لو حابب تتواصل معانا وبشكل مباشر كلمنا على التليفون